اولا بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للحادثه الاسفي هي اولا ماشي حادثه فريده من نوعها، او لاول مره يقع فيها الاعتداء على مجموعه من الحيوانات، فهذا الاعتداء اصبح متكررا في مجتمعنا بشكل عام. الا ان المتميز في حادث اسفي انه كان رهيبا لحد ان عمليه احراق مجموعه من القطط وايجاد جثث متفحمه وبدون سبب طرح اشكالا كبيرا واقعيا من جانب اول، قانونيا من جانب ثاني على المستوى الواقعي وفي إطار استحضار السياق التي جاءت فيه الواقعة، هو أن هناك مكان بمدينة أسي اسمه لاغافان أو بيرو عرب، هناك سور اسمه لارافان، وهناك مجموعة من القطط الأليفة التي تعيش هناك، وقد تعودت ساكنة المدينة على إطعام هذه القطط والقيام بها بتناوب بين سيدتين خاصتين، كانت كل واحدة منهما تردد على مكان الحادثة وتقوم بالعلاج والإطعام في إطار طيبوبة اللي احنا معروفين فيها كمغاربة وبما أوصانا به الدين الإسلامي على الحيوانات. حدث مرة أن بعض القطط حسب الرواية التي جاءت على لسان هذه السيدة والتي متواجدة على وسائل الإعلام، أن أحد تجد بعض القطط مقتولة، بعد الأساس أثير استغراب وسؤال، وإذا بها مرة وهي بصدد إطعام هذه القطط تفاجأ بكلب يتربص بمكان الحادثة. إلا أن اللافت في الأمر أنه لم يتربص بالسيدة بل تربص بالقطط، بمعنى أن كان هناك سابق تدريب على هذه القطط، حاولت صده لأنه كان بمعية شخص وقف بعيدا، وإذا بهذا الشخص يتهجم على السيدة يكسر جزء سيارتها، تتصل بالشرطة التي قامت بإنجاز محضر في الموضوع، وبهذا مع أخذ بعين الاعتبار أنه قام بتهديدها وبعبارات الوعيد والتهديد. بعد مرور بضعة أيام وجدت للأسف مجموعة من القطط قد أحرقت وتفحمت جثثها بعين المكان، وهناك صور على مواقع التواصل الاجتماعي، هناك تواصل، هناك وقفات قامت بوضع الورود بعد المجموعات ترحما على أرواح هذه القطط، وحتى نحن شخصيا ذهبنا إلى عين المكان حتى نتأكد من الواقع. مجموعة من النشطاء في مجال الرفق بالحيوان اتصلوا بالسيدة هند مستغفر مشكورة من هذا المنبر بكل حرارة، والتي هي رئيسة جمعية كومشيا إشا ماروك، والتي لها هي بالدار البيضاء لها فرع بفرنسا، والتي لم تتوانى في أن تتبنى هذه القضية. ونحن بصفتنا كدفاع لهذه الجمعية وبصفتنا كدفاع قام بمساطر سابقة في المجال وحاول توجيه وإرشاد مجموعة من المجموعات التي كانت تحاول الاعتناء بهذا المجال. قمنا بالتنسيق مع الجمعية بإيجاد صيغة قانونية لوضع شكاية أمام السيد الوكيل ملك بمدينة أسفي. هذا الشق الذي استحضرنا فيه سياق الأحداث، لكن ماذا عن القانون؟ ونحن نتكلم عن القانون الجنائي، نعلم أن النيابة العامة تتحرك بناء ولو على وشاية باعتبارها تحمي المجتمع بشكل عام. أمام فراغ تشريعي يسود القانون الجنائي ببعض الفصول التي تتكلم عن تعذيب الحيوان بمشروط بأن يكون لهذا الحيوان مالك، وبعقوبات جد مخففة على أي كل من يقوم بالاعتداء على الحيوان. فنحن هنا أمام حيوانات أو قطط ضالة، إيرون بمعنى ضالة، إذا لا وجود لإطار قانوني يحمي هذه الحيوانات. اعتمادا على الاتفاقية الدولية واعتمادا على القانون المقارن وقواعد الشريعة الإسلامية وما يوجد بالقانون الجنائي من نصوص، عملنا على تقديم شكاية باسم جمعية كومشيان إشا لو ماروك أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأسفي، مشكورة النيابة العامة التي ناقشت معنا الشكاية بكل تفاصيلها وبأريحية وكذلك بمرونة، الشيء الذي يعكس تطورا في مدى تعامل النيابة في توجه جديد ليس فقط لحماية المجتمع بل لحماية الكائن. هذا الطرح الذي ندافع عنه كلما وجهنا بذلك السؤال القديم الجديد، حقوق الإنسان أولى من حقوق الحيوان؟ نحن نقول حقوق الكائن إنسان حيوان أو نبات، هذه قيم حضارية كونية عالمية. بالفعل
تقبلت النيابة العامة هذه، قبلت النيابة العامة هذه الشكاية وأمرت بالقيام بالمتعين وفتح تحقيق في النازلة. و الآن المسطرة جارية وهناك بحث تمهيدي في النازلة. شكاية في مواجهة مجهول، لاعتبار أن احنا أمام هذه الواقعة نعلم شخص، أن شخصا قام بالفعل، لكن كدفاع لسنا ملزمين بتحديد من هو الشخص. ماذا ما يشكل خطر على المجتمع بشكل جامع فذلك يبقى من اختصاص النيابة العامة والضابط التي تعمل الضابطة القضائية تحت إمرتها في القيام بكل التحريات والأبحاث التي من شأنها أن تحدد العثور على هذا الشخص. نود الإشارة إليه هو أن كانت سابقة اعتداء قتل كلب اسمه طوني، وكانت هذه المسألة قد أثارت احتجاج كبير، وبمعية زميل يشتغل في نفس المجال وهو الأستاذ الحسن فراحي مشكورا من هذا المنبر، قمنا بالإجراءات اللازمة لكن على المستوى الإداري بمراسلة الجهات الوصية من بينها السيد رئيس النيابة العامة، والذي أجابنا على أنه سيتم فتح تحقيق في النازلة ونحن لازلنا في انتظار نتائج هذا التحقيق. إذن هذا التوجه الجديد القانوني، فالمحامي هي اعتبارات عدة، ليس فقط تقني قانون، بل المحامي يلامس ويحاول زعزعة الثوابت واستفزاز النص، وكذلك طرح كل ما هو جديد لاعتبار أن لا تطور للقاعدة القانونية ولا تطور المجتمع إلا بصيرورة معا، فالقانون يجب أن يواكب التطور. أنا أقول هناك توجه، أقول أن هناك توجه وقد لمسنا هذا التوجه في الطريقة التي تمت بها مناقشة الشكاية مع السيد وكيل الملك، بالطريقة التي تمت مناقشة بها أركان والعناصر التي تم بناء الشكاية عليها، وكذلك في القيام بالمتعين بشكل سريع. إذن هذا توجه لحماية حيوانات ضالة، فإذن هذا التوجه الجديد للنيابة العامة لم يبقى حكرا على حماية المجتمع بل حتى باقي الكائنات. أستحضر هنا واقعة كانت حضرت، واقعة العربات المجرورة، وهو أن أحد النواب في إيرلندا كان قد تقدم بمشروع قانون يرمي إلى الحصول على موافقة ملكية خلال القرن 18 لمنع الكلام العربات المجرورة وتعذيب الخيول والمواشي التي تجرها، وقد قوبل هذا الأمر باستهزاء من باقي النواب، لكن بعد نضال طويل تمت حصول موافقة ملكية على هذا القانون وأصبح ساريا، بل أصبح منطلقا قد أسس لمجموعة من الاتفاقيات اللاحقة. مناسبة القول هنا أن مع هذه العقوبات المخففة ومع هذه النصوص القاصرة عن حماية الحيوانات الضالة، نحن نقول الحصول على حكم قضائي يقضي بمعاقبة أي شخص يعاقب الحيوانات حتى لا تبقى تلك النظرة الدونية على أساس حيوان فقط، جانب أول. جانب ثاني، قد يشكل هذا منطلقا للدعوة إلى تعديل النص القانوني في مجال حماية حقوق الحيوان. أنا بصدق يحز في النفس كثيرا بعض المشاهد التي نراها والتي أصبحنا نتعايش معها كأنها تحصيل حاصل، أن ترى أن شخص يحمل سواط وينزل على حيوان بكل ما أوتي من قوة قصد حمل بعض الأمتعة الثقيلة التي فوق طاقته، دون أن نعلم هل أن هذا الحيوان قد شرب ما يكفيه من ماء أو أكل ما يكفيه من طعام. هذه الظواهر أصبحنا نتعايش معها كما نتعايش مع مجموعة من الظواهر الغريبة عن مجتمعاتنا وعن قيمنا. نحن نقول وبكل صدق وبكل صرامة أيضا وبكل صراحة بأننا بصدد النضال مع مجموعة من الناشطين الحقوقيين في مجال الرفق بالحيوانات قصد تعديل النصوص، قصد لتكون أكثر صرامة في التعاون مع هذه الظواهر، وكذلك للحد من هذه الظواهر التي أصبحت تتجاوز حدود تنازل، حدود غض الطرف عنها لاعتبار أنها نقطة سوداء.